السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوريكم طريقة تسميد الفول بالسميد العضوي في هذه المرحلة. اللي هي طبعا مرحلة التزهية. فطبعا اتمنى قبل ما نبدأ حلقتنا تعمل اشتراك القناة ولايك للفيديو، واتمنى تشاهدوا معانا الخطوات بالتفصيل. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذا الفول الاخضر اللي زرعناه، طبعا هتلاقوا كل الحلقات موجودة في القناة. وطبعا بدأ يزهر واحنا في مرحلة التزهية مثل ما تلاحظوا، ما شاء الله هذه ازهار الفول. طبعا في هذه المرحلة نبات الفول بيبدأ يحتاج للعناصر الغذائية اللي هي مثلا البوتاسيوم او الازوت او يعني السماد العضوي. فاحنا ان شاء الله اليوم حنبدأ نضيف السماد العضوي، وان شاء الله حنتوقف اسبوع كامل، وبعدها بنبدأ نسمد بالتسميد يعني بالسماد البوتاسي مثل ما تلاحظ امامكم. طبعا النبات بيحتاج السماد العضوي في هذه المرحلة حتى يكثر من الازهار مثل ما تلاحظوا ما شاء الله هذا المجموع الزهري في نبات الفول مثل ما تلاحظوا امامكم ما شاء الله. وطبعا لسه في ازهار مثل ما تلاحظوا امامكم. وطبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذا السماد العضوي اللي ان شاء الله حيتم وضعه لنبات الفول الاخضر مثل ما تلاحظ امامكم. حنبدا بسم الله، نقول بسم الله ونبدا بوضع السماد بجنب ساق النبات مثل ما تلاحظ امامكم. بهذه الطريقة ان شاء الله حنكمل كل النباتات ونفرجيكم الصورة النهائية. وطبعا مثل ما تلاحظوا هذه الصورة النهائية بعد ما اتمينا وضع السماد العضوي او السماد البلدي للنبات. طبعا في سؤال احيانا يعني بنطرحوه احنا، يعني مثلا في حد بيسألني بيقول انا يعني لما يعني قبل ما ازرع انا ضفت السماد، هل يجوز اضيف مرة ثانية؟ انا بقول لك لا، يعني احنا قبل الزراعة ما قمناش يعني بوضع السماد. فمثل ما تلاحظوا في هذه المرحلة اتمينا وضعه حتى يساعد النبات في النمو. يعني السماد هذا بينضاف مرة فقط يعني في طول النبات من البداية، يعني من بداية الزراعة حتى الحصاد بينضاف دفعة فقط مثل ما تلاحظوا. بعد ما اتمينا وضعه بهذه الطريقة مثل ما تلاحظوا حيتم طبعا عزيق التربة حتى يتم تغطية السماد مثل ما تلاحظوا امامكم. والخطوة الاخيرة حيتم الري حتى طبعا يستفيد منه النبات. وان شاء الله حنتابع يعني النبات حنتابع ان شاء الله مرحلة التزهير، وان شاء الله مثل ما تكلمنا حنحصد ان شاء الله حنعمل حلقات اخرى. اتمنى تشتركوا في القناة حتى تعم الفائدة للجميع والكم طبعا مثل ما تلاحظوا امامكم. وطبعا لو في سؤال اتمنى تكتبوه اسفل التعليقات بخصوص هذا التسميد وبخصوص الفول بصفة عامة. وان شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.